فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: تعرضت يدي لحريق ولا أستطيع الدخول في وظيفة أو في الوظيفة حتى أعمل ليدي عملية تجميل، يقول: فهل يجوز هذا الأمر؟ نعم، لا بأس بذلك، هذا من العلاج، تزيل التشويه لو ما أردت الوظيفة، تزيل التشويه إذا أمكن، تزيل العيب إذا أمكن، تعالج، ما في بأس. نعم.